سيد جرشن، أنت رجل عسكري ولك خبرة عسكرية طويلة الأمد، والجميع يتحدث بأن إسرائيل حاولت أن من خلال روسيا أن تحد من نفوذ إيران، لم تنجح بذلك. حاولت من خلال الولايات المتحدة أن تحد من نفوذ إيران ولم تنجح بذلك. واليوم هناك واقع جديد في الميدان السوري، والإيرانيون ربما سوف يكون قريبون جدا من الحدود الإسرائيلية. أي خيارات موجودة أمام إسرائيل؟ وهل عسكريا يمكن لإسرائيل الحد من النفوذ الإيراني؟ إسرائيل تستطيع أول ما قبل كل شيء أن ترتب مصالحها، والأمر الأهم الذي فعله الإيرانيين، ولهذا هم قوة عظمى يجب أن تكون مستعدة أن تفعل قوتها وتستخدمه وتظهره، وهذا ما فعله الإيرانيون. هم توجهوا، أخذوا مخاطرة كبيرة في عدة حلبات ونجحوا. إذا كانت إسرائيل غير مستعدة أن تخاطر، ولذا حتى لو كان لديها قوة كبيرة لن يتمكنوا من تقدير قوتها. هل يجب أن تخاطر بمواجهة مباشرة؟ هناك عديد من الطرق وليست عبر الجبهات المباشرة، ولكن يجب أن تتخذ أفعال، والمصلحة الأولى لها هي حماية حدودها. والأمر الأساسي الذي تفسيره هو أن الأمريكان حددوا منذ القرن 19 أن جنوب أمريكا الجنوبية هي منطقة تحت حمايتهم ووسيطهم. بالنسبة لهم إذا حدث أي شيء هم مستعدون للخوض حرب. هذا ما قاله الإنجليز أيضا، أن من يعبر الراين ويشكل علينا تهديد سنحاربه. يحاربوا ألف سنين خارج إنجلترا. لذلك فإن دولة إسرائيل التي تحمي حدودها من في الداخل يجب أن تفكر كيف تقوم بإظهار قوتها في الخارج وتشيع ذلك إلى الخارج. وهذا تحدي جديد لإسرائيل، عليها ألا تقوم به بشكل بدون ارتباط بالواقع، وإنما أن تجد شروخا وتقوم بشيء مجالات للعمل لكي تظهر لإيران أنه لا يمكن المخاطرة. والمنطقة الآمنة التي كانت جنوب اللبناني هي هذه المعادلة التي كانت لاستراتيجية إسرائيل الأمنية، ولكن هذه كانت حتى سنة 2000 وفشلت. والآن حزب الله قال أنا أفشلت المفهوم الأمني الإسرائيلي. إذا كانت إسرائيل قادرة أن تتعايش، الآن إسرائيل تريد أن تأخذ الجنوب السوري كمنطقة آمنة لدولة إسرائيل. وإذا نظرنا لا تستطيع فعل ذلك بدون روسيا. لا تستطيع بدون روسيا. هي نحن نرى الاتفاق الأخير، هل كان الاتفاق الأخير هو نوع من منطقة آمنة تؤمن حدود إسرائيل الشمالية والجنوب السوري ليكون هناك؟ وهذه هي كانت المعادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة التنف. تنازلت الولايات المتحدة الأمريكية، وتكلم عن هذا جنرال جيرشون، عندما الولايات المتحدة تماشت مع المشروع الإيراني في الموصل لكي تحافظ على إسرائيل في الجنوب السوري. هذه هي المعادلة، وهذا الشيء يجب أن نتطرق إليه وننظر إليه. إذا أراد إسرائيل أن يكون لها حزام أمني منطقة آمنة بعيدة عن حدودها لكي لا تحارب في الداخل الإسرائيلي وتبعد الصواريخ عن دولة إسرائيل، هذا المتطلب من الأمن الإسرائيلي. وأنا أشك بذلك، أن إسرائيل للأسف الشديد تواجه صعوبات كثيرة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية مع كل عظمتها هي فشلت في هذا الشيء، ولذلك تذهب إلى روسيا لكي يمكن أن روسيا تتواصل.